أحيانًا يمر الإنسان في فترة يبعد فيها عن الله سبحانه وتعالى، يبعد مرة ويقصر في جنب الله مرة. أنا المرحلة هذه مريت فيها، ومريت فيها وانغمست فيها. اللي صار معي عزيز المشاهد، وأتوقع ومتأكد أن الشيء هذا يصير معنا كله، إني كنت منغمس في البعد عن الله سبحانه وتعالى لفترة مرة طويلة، مرة طالت. يعني لما أقول لك منغمس، أنا أقصد إني كنت في البعد عن الله لدرجة إني تعودت إني بعيد عن الله سبحانه وتعالى. يعني تقصير في جوانب مرة كثير، غرقت في معاصي مرة كثير، تأخير صلوات، حوسة في الجانب الديني بشكل غير طبيعي. وفوق كذا تعودت على هذه الطريقة، أنام وأصحى على نفس الروتين، تقصير في تقصير بس. حتى وصلت لمرحلة كان فيها كركبة الحياة، مرة كركبة غير طبيعية. إلين هنا في هذه المرحلة كمان كنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ما استوعبت، مخي مقفل وقلبي مقفل، وطولت حتى وصلت لمرحلة خلاص هنا انخنقت حرفيا، هنا خلاص انخنقت، ما عليكت. المرحلة هذه اللي أنا انخنقت فيها كأنها ولعت لمبة في عقلي، كأنها تقول لي إبراهيم اسأل نفسك أنت شو وضعك في الحياة، ما هو في الجانب الديني، لا في الحياة عموما كيف وضعك. اكتشفت أن عندي استفهامات مرة كثير. لما اكتشفت هذه الاستفهامات فتحت ملف الدين عندي، اكتشفت أن عندي تقصير غير عادي في جنب الله. بدأت أحاول أني أصحح هذا الجانب الديني بس والله ما قدرت. تضبط معي يوم، تضبط معي صلاة، بعدها تفلت المسبحة، ما عاد أقدر. شفت في مرحلة أني ما قدرت، هذه طولت معي، قاعد أحاول أنا أبغى وعارف جانب التقصير اللي عندي بس ماني قادر أرجع لله سبحانه وتعالى، والله ماني قادر. وقتها ولعت لمبة ثانية في عقلي، الله سبحانه وتعالى ألهمني شيء، ألهمني أني أصير أدعي في أوقات بين الأذان والإقامة، في آخر الليل كنت بس أدعي دعوة واحدة، بس دعوة واحدة، شفت دعوة واحدة بس كنت أقول يا رب أنت ترى مكاني وتعلم حالي وتعلم قلة حيلتي وضعفي. بلهجة عامية يا جماعة، أنا واصل مرحلة ضعف غير عادي. كنت أقول يا رب أنت تعرف اللي أنا أمر فيه، وأنا أعرف أن كل التعب اللي أنا أمر فيه بسبب تقصيري في حقك، يا رب ساعدني. والموقف اللي كان فيه التغيير هذا الموقف في عز الخنقة اللي كنت أنا فيها، هنا كان في رمضان من الرمضانات، حرفيا كنت أنا في وقتها مرة كنت سيء مع نفسي ومقصر جدا في حق الله وماني عارف أرجع. رحت مسجد في فجرية، رحت بعد الأذان، جلست في المسجد وقعدت أدعي الدعوة اللي كنت أقول لكم قبل شوي. أقامت الصلاة، دخل الإمام، كبر، بدأ يقرأ، إيش الآية اللي قرأها؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله يا الله يا أخي تذكرت القشعريري اللي جتني ذاك اليوم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. واستمر يقرأ في الآيات. أنا كانت عندي في حياتي أشياء معلقة كثير جدا وماني عارف أوصل لحل. الإمام بدأ يقرأ في الصفحة اللي بعدها، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أنا وقتها كنت في غاية الحزن، في غاية الوضع السيء يا ولد، كل الآيات كانت تقصدني، عندي بدأ يقرأ له مقاليد السماوات والأرض، يعني كل الأشياء اللي أنا شايل همها، الأشياء اللي أنا أتمناها كلها عند الله سبحانه وتعالى. يا ولد خلصت الصلاة وأنا إنسان ثاني، خلصت الصلاة سلم الإمام، ما كان ودي أنها خلصت الصلاة. عشت شعور غير عادي، كنت حارم نفسي مرة فترة طويلة. اللي فرق الرغبة، أن يا رب أنا عارف جانب التقصير وعندي رغبة بالعودة. دائما نقرأ في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، لا تستطيع أن تعبد الله إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. فلما تكون عندك رغبة بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يفتح لك أبوابه، يرسل لك رسائل، ويفطن عقلك وقلبك إلى رسائله. شعور عشته غريب ما